ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. أقول إخوتي الكرام، شبهات المبتدعة في توحيد العبادة صراحة هذه الجزئية قاسمة للظهر، لا سيما للأشاعرة. والأشاعرة يعني ما أدري متى سيتوبون، متى يعني أن يكون أقول تحريك القلب لله جل في علاه من الأشاعرة ليلتمسوا السنن ويأخذوا بها. الأشاعرة عطبهم في شيء أقوله لك من القاع، بأنهم لا يرون الكتاب والسنة علما. أشاعرة الذي أضاعهم أنهم لا ينظرون الكتاب والسنة أنهما من العلم، لا، أو العلم منهما. الكتاب والسنة بركة، بس فقط الكتاب والسنة بركة، تقبل الكتاب والسنة وتضع على الجنب. ولو كانت مادة علم ما قدموا العقل عليها، ولو كانت مادة علم ما ردوا أحاديث الأحاد وقالوا لنا نأخذ بها في العقائد. نهيك على القرآن، قالوا بأنه متشابه وآيات الصفات كلها متشابه. المشكلة الكبيرة في هذا ما قلته لكم على هؤلاء القوم أنهم يعاندون الكتاب والسنة. عامة قلنا بأن سبب الخلل عند الأشاعرة أنهم خلطوا بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وأنهم جعلوا الأمر في توحيد الربوبية، وأن الإله بمعنى الرب. وقلنا الفوارق البعيدة بين الإلهية والربوبية مع وجود التلازم والتضمن كما سيأتي العلاقة بينهم، نبين ذلك. اللهم ردهم للحق ردا جميلا يا رب. ووقفنا عند دلالة اللغة في التفريق بين أو المغايرة بين كلمتي الرب والإله، وأتينا بكثير من الآيات على ذلك. فالرب راجع معناه إلى السيد المطاع والمصلح للشيء المدبر له. فالرب هو المربي بالنعائم، فهو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع، كل هذه للربوبية. وأما الإله يرجع معناه إلى المعبود، كل المعاني تدور إلى هذا المعنى وهو المعبود. لذلك أطلق على من كان يعبده أهل الجاهلية آلهة، لأنها عبدت من دون الله جل في علاه. يعني سموها آلهة لأنهم صرفوا العبادة لها. فالربوبية مشتقة من الرب، والألوهية مشتقة من الإله. فإذا المغايرة قطعا جزما واقعة بين الربوبية والإلهية. وأما أقوال السلف، وهذا هو الأصل عندنا، ده الفاصل في ذلك، أن تعلم أن أقوال السلف جاءت على أن تبين الفرق بين الربوبية وبين الإلهية. فالتفريق بين الربوبية وبين الإلهية قد تضافرت النقول عن سلف الأمة الأبرار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بما هو دال على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. وتقدم كلام ابن عباس في قولي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال بأن إيمانهم هو إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم. ماذا حدث؟ قال الله تعالى إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو سألتهم أجابوا بذلك، لكنهم يعني جعلوا الشرك في الإلهية، في صرف العبادة. شركهم هو في عبادتهم غير الله جل في علاه. وأئمة التفسير قد نقلوا عن أئمة السلف أنهم يفرقون بين الربوبية وبين الإلهية. ففي تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال يقولون الله ربنا وهو يرزقنا وهم يشركون به في العبادة. فانظر إلى التفريق، وهذا قول المجاهد وقول عطاء، يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به بعد، يعني يشركون به في العبادة. وهذا الذي حدث من الجاهلية عندما طافوا بالبيت يطوفون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه، يعني هو الذي خلقه،
هو الذي خلق ورزقه وهو مشرك في عبادة. هذا التصريح من قتادة، قال وهو مشرك في عبادته. فهو نعم يقر لك بربوبية الله، يقر بالخلق والرزق والإعطاء والعطاء والمنع والإحياء والإماتة، لكنه يشرك عندما يسجد، عندما يتعبد، يصرف عبادة الغير الله في ولاه. وقال الشعبي ليس أحد إلا هو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم، ويكفرون بما سوى ذلك، وسوى ذلك هو عبادة الله جل في ولاه، يعني صرف العبادة لغير الله جل في ولاه. فانظر جميع السلف الذين تكلموا في التفسير وتلاميذ وأصحاب ابن عباس على وتيرة ابن عباس على أنهم يقرون بالربوبية لكنهم يشركون في الإلهية. وهذا يتمثل به الأشاعرة. الأشاعرة ورب العزة أجهل من مشرك العرب. الأشاعرة ورب العزة أجهل من مشرك العرب. قد بينت العلاقة بينهما، وبينت كيف أنهم ملزمون بتأويل ما يقال في مشرك العرب، لأنهم أتوا بما أتى به مشرك العرب. الربوبية لا نجاة فيها، الإقرار بالربوبية لا نجاة فيها، فقد أقر بها المشركون، لكنهم عندما يعني الانتهاض والاعتراض كان على ما وصف الله تعالى في الكتاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. نفس الأمر الأشاعرة، قلت لك وانظر إلى الوسائل التي كسروها وهجموا هجوما ضاريا على الشرك، وهم لا يدرون، الغوث يا بدوي، الغوث يا حسين، مدد يا نبي. كل ذلك عندما استباحوه وصلوا لأنهم كسروا الوسيلة أو السياج الذي يمنع الوصول إلى الشرك الصريح، فهم أباحوا لهم ذلك، حتى اعتقد الناس فيمن طلبوا منه الغوث، ما يقول الغوث كل يوم الغوث، لا سيما إذا فتن الله أجاب، الاعتقاد يذهب سريعا إلى هذا الولي الذي طلب منه الغوث. قال عبد الرحمن بن زيد ليس أحد يعبد مع الله جل في علاه أو يعبد مع الله غيره إلا هو مؤمن بالله، يعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورزقه، وهو يشرك به يعني في العبادة، شوف عبد الرحمن زيد قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا هو مؤمن بالله، يعرف أن الله ربه وخالقه ورزقه. يبقى آمن بالربوبية والآن من المغرب. كان الله في عونكم. فين معاذ؟ أين معاذ؟ أنا أعرف أن معاذ أين هو؟ أين معاذ؟ أين المغاربة الآن يلتمسون الخير لأخينا الفاضل دريس؟ نعم. قال ما ليس أحد يعبد مع الله غير الله جل وعلا إلا هو يؤمن بالله، يؤمن به خالقا رازقا، نعم، وهو يشرك به يعني في العبادة. ألا ترى كيف قال إبراهيم عليه السلام؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فمعنى ذلك أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، سبحانه جل في علاه. فقد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون من النجوم. فليس أحد يشرك بالله إلا هو مؤمن به، يؤمن بأن الله خالق الرازق. حتى كفار قريش يعلمون أن الخالق الرازق هو الله جل في علاه. هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ونفس الأمر، بص القرب، لكن الحمد لله نحن لا نكفر تكفير كفر أكبر لمن قال الميت مثلا ادعو الله لي أو اشفع لي عند ربك. هذا مع أن علماء الحجاز وعلماء نجد جميعا قالوا أن هذا كفر أكبر، وأنزلوا تحت الآية ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. لكن حقيقة هم ما صرفوا العبادة له، هم اتخذوا وسيلة وسألوا ذلك، ده شرك أصغر، بدعة من الشرك الأصغر تصل إلى الشرك الأكبر، ونحن بين طرفي نقيض. علماء نجد جميعا يكفرونهم كفر أكبر، انتهى خرج. ونقل عن الشيخ محمد عبد الوهاب على أساس الإسناد بقول الله تعالى ما يؤمنهم إلا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وحقيقة الأمر أنهم ما صرفوا عبادة، لما يقول يا بدوي أنت قريب من ربي وولي من الأولياء يسمع لك فأشفع لي عند ربك، أين العبادة التي صرفها؟ كل ما جاء أنه كلم الموتى، يعتقد الموتى يسمعون، ودي فيها خلاف أيضا، الموتى يسمعون أم لا؟
فأئمة السلف جميعا قد اتفقوا على التفريق بين الربوبية وبين الإلهية. حتى أئمة المذاهب نفس الأمر، قال أبو حنيفة: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. ففرقوا بين الربوبية وبين الإلهية بصريح كلامه الإمام، هذا الإمام العالم الإمام أبو حنيفة. وقال القاضي أبو يوسف: وإنما دل الله خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا يعبدونه ويطيعونه ويوحدونه، وليعلموا أنه مكونهم لهم كانوا، يعني الخالق الرازق هو الله، فلذلك علم أن يصرفوا له العباد. فكأنه فرق بين الربوبية بالخلق والرزق، وبين الإلهية بأنه المستحق أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له. وابن بطة في الإبانة قال: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، هؤلاء الدهريون. نعم. الثاني أن يعتقد وحدانيته، ليكون مبينا بذلك لمذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة. والثالث، نتشرف يا أستاذ يوسف، والثالث أن يعتقدوه موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتاب. وهذه هو دلالة واضحة جدا على الكلام على تقسيم التوحيد. تقسيم التوحيد أصلا قال به القرآن نفسه، نطق به القرآن نفسه، نطق به، هو توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، كل ذلك من هؤلاء المتقدمين. انظرونا الآن إخوتي الكرام، هذا كلام المتقدمين، هذا كلام المتقدمين على التفريق بين الربوبية والإلهية، هذا كلام المتقدمين على التفريق بين الربوبية وبين الإلهية. والمتأخرون كذلك. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أخي الكريم، عليك أن تفتح الفتاوى وترى في هذا الباب كلام ابن تيمية وابن القيم، وكلام أيضا ابن رجب في ذلك عن منقول، وكلام كثير من المتأخرين الذين صدروا الباب في التفريق بين الربوبية والإلهية كلاما في باب التوحيد، مليء بكتب هؤلاء الذين تصدوا إلى الكلام على مسائل الاعتقاد. فإذا خالف الأشاعرة، خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا ظاهر السنة، وخالفوا اللغة، وهم يتمدحون باللغة، يتبجحون، وهم والله يمكن الهنود أفضل منهم، عندهم من الخبل والخطأ والغبا ما يرتقي به المرء إلى المعالي، يتكلمون بلحن ويسكتون بلحن. وخالفوا كما قلت المتقدمين، وخالفوا المتأخرين، وجعلوا الإلهية ربوبية، وهذا أمر عجيب. والفروق بين الربوبية والإلهية كثيرة. توحيد الربوبية كما قلنا، الربوبية مشتقة من الرب، والألوهية مشتقة من الإله، هذه فارق جوهري بينهما. تعلق الربوبية بلوازم الربوبية، الخلق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، يعني الأمور الكونية. توحيد الإلهية فيها الشرع، الأمر والنهي والزجر وغير ذلك. توحيد الربوبية أقر به المشركون، وتوحيد الإلهية حارب عليه المشركون. أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إن هذا لشيء عجاب. علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الإلهية، وهذا من الأهمية بمكان، علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الإلهية. أقول أيسر ما تفهمه من توحيد، من العلاقة بين الربوبية والإلهية، هي علاقة الاستلزام. الربوبية تستلزم الإلهية، العلاقة بينهما استلزام وتضمن، العلاقة بينهما استلزام وتضمن. فالربوبية تستلزم الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية. لو استطعت أن تعقل هذه، تعلم أولا التفريق، وتعلم ثانيا العلاقة، تعلم التفريق وتعلم العلاقة. فالربوبية تستلزم الإلهية. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا، دي إيش؟ إلهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
أبو راغب يقول هل كان النبي يفعل ذلك؟ النبي ما كانش بيلبس غطر أصلا، هذه من سنن العادة يا أبو راغب، يعني ما فيهاش عبادة. تلبس غطرة ما تلبسها، تلبس قلنصوة ما تلبسها، تغطي رأسك ما تغطي رأسك، هذه ليست من سنن العبادة يا أبو راغب، تأتي على عرف الناس. فلو كان عرف العلماء وطلبة العلم الغطرة مستحب، لكن المسألة أصلا عادية لا تعبدية. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوفوا هنا، أولا صدر الباب بالربوبية فألزمهم بالإلهية، رضي الله عنك يا أبو راغب، وأنا حضرتك سألت السؤال فأجبتك وأنا أحبك في الله كثيرا رضي الله عنك. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون لما عبدوا مع الله غيره. فكل ذلك بأن الله يقيم عليهم الحجة بالربوبية فيلزمهم بالإلهية على ذلك. فالربوبية تستلزم الإلهية، من خلق من رزق من أعطى من أحيا من أمات هو المستحق أن يفرض بالعبادة. كيف تعتقدون بأنه الذي رزق وأنه الذي أعطى وأنه هو الذي أمات وأنه الذي يحيي ويميت ومع ذلك تصرفون العبادة لغيره؟ فكان يلزمهم بذلك. قال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله، شوفوا انظروا هنا، أو أقام عليهم الحجة بمسألة الربوبية، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الذي سيرزقكم هو الذي تفردوه بالعبادة. كذلك قال ابن تيمية وأطال النفس وأيضا ابن القيم في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أقول لك يا أخي الكريم اضبط هذه المسألة، من سجد لله فإنه لا يسجد إلا لمن يعلم أنه يملك له الرزق ويملك لقلبه الحياة ويملك له العطاء والمنة، وأنه ما سجد إلا ويعتقد بذلك، ما رفع يديه يدعو إلا وهو يعتقد أن السماوات والأرض خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه. لذلك طلب منه عندما رفع يده يطلب العطاء من الله، فهو يعتقد أن خزائن السماوات والأرض بيد الله، وهي من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإذا العلاقة الخلاصة في هذا الباب علاقة توحيد الربوبية بالإلهية، استلزام الربوبية تستلزم الإلهية حتى نعلم التفريق. لكنهم خلطوا، ولما خلطوا لبس عليهم فضعفوا وأتوا وهجموا على الشركيات بكل قوة، ويتهموننا بأننا يعني نخرجهم من الملة وأننا متشددون وأن الشرك يكون بذلك. قوم لا يعقلون، قوم لا يعقلون، هجموا على الوسائل، هجموا فهدموها. فكان منهم للمقاصد على طول، لذلك كان يسهل على الأشعري أن يشرك بالله دون أن يدري، يسهل عليه ذلك لأنه قد أخذ الحد والسياج والجدار الذي يحميه من الدخول إلى هذا يعني المنزلق الصعب العظيم كسره، فيسهل عليه السقوط عليه سريعا. لكن شوف السني لم يعلم أن الوسيلة هذه محطوطة، السياج هنا جدار محطوط، فحتى لو هجم يصطدم بالجدار، يستفيق يرجع. أما الأشعارة فلا، لا هو منه للشرك وهو لا يدري لأنه جاهل، خلط بين مفترقين، مع أن العلاقة كما قلت متلازمة، ما يمكن أن يكون عابدا لله إلا إذا حقق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وما أنكر الله على مشرك العرب إلا أنهم لما حققوا الربوبية ما أتوا بلازمها، مع أنه وجب عليك أن تأتي بلازمها. إن أتيت بالربوبية يجب عليك في تمامها لتقبل منك أن تأتي بلازمها، وهي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. اعلموا أخوتي الكرام المنزلق صعب وعظيم جدا،
ومن أفرد الله بالعبادة قد اعتقد فيه أنه يثيب ويعطي ويمنع ويعاقب ويعذب، وأن الله جعل بيده ملكوت كل شيء. فإذا العلاقة العلاقة بين الربوبية والإلهية، الربوبية تستلزم الإلهية. تذكر الآية: يا أيها الناس اعبدوا اعبدوا الإلهية، من ربكم الذي خلقكم. يبقى ما دام قد خلقكم وأعطاكم ومنعكم أحياء وأمات، له كل شيء، بيده كل شيء، واجب عليك أن تفرده بالعبادة. ولذلك الله ألزمهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإفراد الله بالعبادة يتضمن الربوبية. إفراد الله بالعبادة يتضمن الربوبية. ما سجد إلا لمن يعلم أنه يعطي ويمنع. والقوم كما قلنا لا يرون فرقا بين الربوبية والإلهية، وهذا الجهل المركب الذي أودى به. أختم ببعض الآيات التي تثبت لك ما قلت في علاقة الربوبية بالإلهية، أن الله جعل يقيم عليهم الحجة بالربوبية بعد إقرارهم، ثم يقول: وكيف تشركون به بعد إقراركم بربوبية الله جل في علاه. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون، أنتم تعلمون الأرض ومن فيها، ملك الله جل في علاه، كيف تشركون به، كيف تجعلون له أندادا. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، أهو شفت إقرار بالربوبية. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون، يعني ألا تعبدون الله وحده، ألا تتقون الله فتعبدونه وحده. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله فأنا تسحروا، قل فأنا تسحروا، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. شوف ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم الله. إذن هم كاذبون. بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه صرفوا العبادة لغيره، مع أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الرازق المعطي المانع المحيي المميت مالك الملك خالق الخلق هو المستحق أن يفرض بالعبادة. يبقى إذن توحيد الربوبية يستلزم الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن الربوبية. والقوم لم يفرقوا بين الربوبية والإلهية، وهذا معناه أنه من صرف أي عبادة لله جل في علاه ثبتت بالشرع بأنها عبادة، ما دام لا يعتقد فيها النفع والضر إذن ليست عبادة. انظر إلى العته الذي يجعل القوم أخس فكرا من مشرك العرب ويجعلهم أجهل منهم. فسبحان ربي الذي أغلق العقول والقلوب من فهم مثل هذه الأمور الظاهرة الباهرة القاهرة. سبحان ربي. ثم بعد ذلك يخرج قائدهم وقائلهم بجهل مركب فيقول بأننا نؤول حتى لا نقع في التجسيم. لما؟ ما الذي أوقعك أخي الكريم في التجسيم؟ لما؟ لأنك أدخلت عقلك في الغيب. قال ربك تجري بأعيننا، فنظرت في الغيب هنا، قلت لو قلت له عيني يبقى في رموش ونني وهناك عين كعين. طيب ففررت إلى، لأنك لم تسلم لربك عندما قال لي عين ليس كمثله شيء، انتهى. لكنك بجهلك المركب وحسبت أنك في اللغة عمدة، ولست بعمدة ولا غفير، فذهبت تقول نؤول وتكون العين الكلاء وإيش والعناية. طب أنا نفسي أفسر باللازم بعد إثبات الأصل، إنما أنت ذهبت للازم وتركت الأصل للجهل، بل لعدم التسليم وإدخال العقل في الغيب. فأقول القوم أغلق عليهم، ونحن والله ننادي من بعيد، نحن لا نعادي. وأيضا خليني، يعني جاءت فرصة لأن الأحمدي قال علي أنني، يعني يقولون بعض الإخوة أو بعض ما عنده في المغرب يقولون هو يطرح المخالف أشد ما كان الألباني يطرح المخالف. رد علي هذا القول يا أحمدي حتى أنا أجيب عن ذلك، ظلموني ظلما بينا. لكن هات القول الذي قلته أنت نهارا وأنا أرد عليه قبل أن نأخذ إلى قبل أن يعني نختم بكتاب التنبيه في الكلام على فقه الشفعية. لكن بالإجمال هاتوا
وقال كل يدعي، كل مدعي لابد أن إيش يترجم ولا لا؟ كل مدعي لابد أن يترجم، صحيح؟ يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.